رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في VIP. ناهد، الفقرة دلوقتي اسمها على الترابيزة. مستعدة؟ مستعدة. الفقرة دي نتكلم فيها شوية عن أدوارك الجريئة. بتعملي أدوار جريئة وما بتخافيش، ما بتخافيش الناس تنتقدك، ما بتخافيش الناس تقول عليكي إزاي تعمل دور جريء بالشكل ده. مع أن أنت الفقرة اللي فاتت قلتيلي أن أنت دايماً بتحاولي على قد ما تقدري تكوني قريبة قوي من ربنا طول الوقت، طول الوقت بتحاولي تصلي، طول الوقت بتقري أذكار معينة. ساعات الناس ممكن تشوف ده تناقض. منين بتحاولي تبقي قريبة من ربنا وبتحاولي؟ فالناس تعال تقول لك ايه، انا متاكده في ناس هتفرج على الحلقه دي تقول طب وازاي بتعمل ادوار جريئه بالشكل ده؟ تردي عليهم تقول لهم ايه؟ ردك ايه؟ انا بفصل شغلي جدا عن حياتي، وشغلي نسبيه قوي. انا ممكن ابقى شايفه حاجه عاديه انت شايفاها جريئه، غيري شايفها كبيره جدا، غيري مش شايف انها حاجه اصلا. الموضوع نسبي. انا مش شايفه، انا شايفه ان انا عملت هبه رجل الغراب دي جراءه، لانه كان مسلسل وكان الناس تتفرج عليه وكان ناجح، واحنا عملناه برضو الحمد لله ونجح فدي جراءه، وهي دي الجراءه من وجهه نظري. بس غير كده انا نسبيه قوي، نسبيه جدا. نسبيه بمعنى ايه؟ انت بتشوفيها بمعنى ازاي؟ بمعنى ان انا ممكن ابقى شايفه ان دي حاجه هقول لك على حاجه مثلا. انا ممكن ابقى شايفه مثلا فستان ده مش عريان، انت شايفاه عريان جدا، غيرنا شايفه ما يتلبس، ما ينفعش. نسبي، موضوع نسبي. ما انا ممكن ابقى شايفه حاجات انت شايفاها عاديه، انا ابقى شايفاها غلط خالص. فما اقدرش اقول لك ان انا الحاجه دي المعينه دي ان انا ما اقدرش، لانه نسبي، موضوع نسبي. انا ما بتكلمش على رايي ولا على رايك. انا بتكلم على اراء الناس العاديين اللي بيتفرجوا علينا. عشان كده بقول اللي بعمل الحاجات دي. هل ممكن يشوفوا الادوار الجريئه اللي بتعمليها، او ساعات في بعض الاحيان اللبس الجريء اللي بتلبسيه في بعض المشاهد، فهو ساعات ممكن يفكر مع نفسه ويقول طب منين هي بتلبس كده او بتعمل المشاهد دي، ومنين هي بتحاول تتقرب من ربنا؟ في منتاليتي كده. انا فكره اقول لك على حاجه، ان هم البني ادمين كده. يعني البني ادمين ما هماش زي ما الناس ممكن المفروض تتخيلهم، ان هم اي حد يبقى بيحاول يقرب من ربنا يبقى لازم يبقى شكل معين خالص. على فكره ممكن يبقى النهارده كده، بكره عادي، بعده عادي، بعده حتى ليهم اسم. فده البني ادم الطبيعي على فكره. البني ادم الطبيعي هو اللي بيبقى عنده مراحل بيبقى قريب فيها من ربنا، مراحل تانية لا، مراحل بيبقى كويس ومراحل تانية لا. نسبي بقى، انا بلبس ايه، او انت حاجه شايفاها دي قصيره، انا شايفاها دي طويله، انا شايفاها عاديه. شفت يعني بتشوفي ان انت لبستي لبس جريء في افلامك او قدمتي مشاهد جريئه، ولا بتشوفي لا اساسا مش جريء عادي؟ لا، ما انا هو بشوف نسبي. الدور نسبي بالظبط، بشوف نسبتك الدور. انت يعني ناس كتير بتتكلم على انه حرام الجسد ده فيلم جريء جدا، انا بجلبيه طول الفيلم. بس في مشاهد جريئه، بس بجلبيه، مش لابسه عريان. بس في مشاهد جريئه، انا شايفه ان ده نجاح، شايفه ان ده فيلم ناجح، شايفه ان انا حققت بيه يعني خدت بيه مرحله في شغلي، حققت بيه حاجه، عملت فيلم، اول فيلم بطوله ليا، يعني قصدي بطوله لوحدي، فما مش بطوله جماعيه او كده. وشايفه ان انا خدت فيه احسن ممثله في البرتغال، وشايفه ان انا الفيلم خد جوائز كتير ونجح. فانا شايفه ان ده نجاح، ما ببصش للموضوع بالشكل ده. الناس بتختلط عليها الامور الفيلم قوي. قصته حلوه جدا، وقصته وصلت للناس، وبتحكي على فكره قصه بتاعت ناس كتير حوالينا. تمام، انا بتكلم على المشاهد اللي فيه. مشاهد الجريئه اللي فيه. ما انا بحترم كل التفكير اي حد، وبحترم ان في ناس ممكن تبقى شايفه الموضوع بشكل زيادة، أو في ناس شايفة إنه عادي، في ناس شايفة إنه إيه المشكلة. ثقافات مختلفة. وأنا ما بعمل فيلم، لما باجي أعمل فيلم فيه ملايين بيتفرجوا عليه، هل أنا هعرف أرضي الملايين دي كلها في كل الجوانب؟ استحالة. بعض الملايين دول لما اتفرجوا عليه وتلاقي كومنتات ممكن تكون بتضايقك أو جارحة ليكي، أو بيتعدوا حدودهم معاكي في الأدب بسبب إن هما شايفين إنه بعض المشاهد في الفيلم كانت جريئة،
تردي عليهم دلوقتي تقولي لهم ايه؟ تقولي لهم ايه؟ لا ما انا ما بردش قوي على الحاجات دي لانه بقيت على كل الناس وعلى كل حاجه على الناس اللي هي تردي يعني على الاسلوب ده ازاي؟ انا بتكلم في الموضوع المحدد ده دلوقتي. الناس اللي دخلت علقت على الفيلم حرام الجسد انه جريء زياده او انه ما يصحش او انه كذا، تردي عليهم دلوقتي تقولي لهم ايه؟ طالما ما فيش حد تعدى حدوده بالشتيمه او بقله الادب او بالكده يعني احب ان احنا نقيم الافلام على اساسها الفني لانه والله الواقع بيحصل فيه اوحش بكتير من ان احنا بنقدمه. فان انت تحبي ان انت تعكسي الواقع زي ما هو. فانا احب ان انا على قد ما اقدر احاول اقدم الواقع ده بما يناسبني ويناسب قناعاتي، بس في الاول وفي الاخر انت بتقدمي فن وعايزه الناس تقيم الفن ده، ما تقيمش ناهد لان دي مش ناهد، دي شخصيه في الفيلم، شخصيه في حياه، شخصيه في دراما. فانت دلوقتي بتشوفي نفسك ان دي مش ناهد. دي مش ناهد طبعا. يعني انت مش حاسه بحاجه، انت دي الشخصيه اللي حاسه، انت بتفصلي تماما، مظبوط؟ انا بفصل طبعا لانه انا ببني شخصيه وبشتغل على اساسها. بفكر زي تفكيرها، بتعصب زيها، بحب زيها، بكره زيها، بعمل كل حاجه زيها. ما بفكرش دلوقتي في ناهد دلوقتي بتعمل ايه، ده اكيد. ممكن تتبرئي في يوم من الايام على اي دور انت قدمتيه؟ انا لا، استحاله. في دور تتبرئي منه؟ استحاله. ليه؟ لاسباب كتير هقول لك على حاجه. انا الناس اللي انا مش انا الوحيده اللي اشتغلت في الفيلم، في ناس كتير اشتغلوا في الفيلم زي، في ناس مبسوطه بشغلها، في ناس فخوره بشغلها. مش معنى ان انا غلطت في اختياري او في ادائي او في شغلي ان انا اطلع واقول قدام كل الناس انا بتبرأ وانا بعتذر للجمهور، ده مش صح. لانه لو انا مش مبسوطه بالعمل ده، في غيري كان مبسوط انه بيشتغل معايا في العمل ده، في مؤلف الف العمل ده، في مخرج اشتغل واجتهد على العمل ده، في ممثلين تانيين شايفين ان العمل ده كويس بالنسبه لهم. فما ينفعش انا اطلع لاخطاء انا عملتها سواء كان اختياري او كادائي او كان اي حاجه او عدم التزامي في ان انا اقدم الدور بشكل كويس، ان انا ارمي كل مجهود الناس دي واطلع اقول انا بتبرأ او انا ندمانه او بعتذر للجمهور. بعتذر جدا لكل الناس اللي بتعمل كده، انا بشوف ان ده مرفوض. محمد رمضان النجم محمد رمضان تبرأ من احكي يا شهرزاد، تبرأ من دوره، ليه عمل كده تفتكر؟ انا فخوره ومبسوطه ان انا اشتغلت في الفيلم ده مع ناس طول عمري بحلم اشتغل معاهم، من اول استاذ يسري واستاذ وحيد حامد ممثلين، منى زكي، محمود حميده، سوسن بدر. فيلم كان فيلم كبير، فيلم مهم، فيلم عايش، وفيلم الناس بتحبه. فخساره ان هو شايف كده. طيب شغلك مع يسري نصر الله، اشتغلتوا مع بعض كذا عمل، في كمان مسلسل منوره باهلها، مسلسل هايل وعظيم، وبرضه الناس ثابت كل المسلسل وثابت العمل الدرامي وثابت المجهود اللي معمول في المسلسل، ومسكت في المشهد بتاعك بتاع الميكروباص اللي انا طبعا اللي قلتي له الولد دخل الميكروباص بيعكسك وكذا وكذا، متحرش دخل يتحرش بيكي، فقمت انت رديتي عليه رد جريء جدا. الناس ثابت كل ده ومسكت في الرد ده. بتشوفي الكلام ده ازاي؟ بشوف ان الناس بتتفرج على مسلسل. بتتضايقي انتوا سبتوا كل ده وسبتوا اللي احنا عاملينه والمجهود اللي احنا عاملينه؟ كنت زمان بيفرق معايا على فكره، كنت زمان بقعد اقول ايه ده، يعني انا عملت كل ده والناس مش واخده بالها غير كان نفسي الناس تاخد بالها من المشهد ده مش من المشهد ده مثلا. يعني كان بيحصل لي كده، بس دلوقتي بعد بقى الواحد ما بقى عدى بده شويه في حياته، لا ببقى مبسوطه الناس بتتفرج. خلاص الناس شافت، هي فهمت ده العالم مع ناس يعني، بس الناس بتتفرج، الناس بتشوف، الناس شايفه. يعني البنات بتتعرض للحاجات دي فعلا في وسائل المواصلات يعني؟ والله العظيم ده في بنات مش ببقى يعني بشوف فيديوهات على السوشيال ميديا ببقى عايزه اديهم بوسه كده، بس يعني انا ببقى خايفه جدا ان الناس تتجرأ وتعمل زيهم، لان ما تعرفيش رد فعل المتحرش ممكن يبقى عامل ازاي. حد عكسك واللي قاله ضحكتي غصب عنك، ما قدرتيش تمسكي نفسك؟ لا دي على طول بضحك. هقول لك بقى. عملت مشهد كنت ضيفه في اكس لارج. خلاص؟ ايوه.
ده مشهد فظيع على فكره، حافظه كلام المشهد. ايوه انا ما ناس انا ماشي في الشارع الاقي حد يقول لي انا بحب البوس قوي، ليه يا فندم؟ ليه؟ ممكن حد يشوفني يقول لي انا بحب البوس قوي، اجي الاقي حد يقول لي ايه انا عندي اربع حسنات في ده، اقول له ايه ده؟ ليه حد ممكن يعمل معايا كده؟ فدي اغرب الحاجات اللي بسمعها. بتضحكي؟ بضحك جدا طبعا، بضحك جدا وبتكسف جدا لما يبقى معايا حد مش فاهم. ممكن حد انا بحب البوس قوي، نعم في ايه؟ بس يعني بتبقى لطيفه. ادي لما مشهد ينجح لي. شكلها حصلت لك كتير. كتير. لا بس هو مشهد يعني هو كان علامه في الفيلم صراحه. ربنا يخليك. يعني انت حتى لما بتطلعي ضيفه شرف في فيلم وحتى لو مشهد واحد بتسيبي العلامه بتاعتك. الحمد لله الحمد لله. فهو المشهد ده شخصيا انا بشوفه، شفته مره واثنين وثلاثه وبضحك عليه كل مره بشوفه. الحمد لله. دي حقيقه. انا مبسوطه قوي ان الناس بتحبه. لا الناس بتقولي حوار في الشارع. الناس بتقولك في الشارع. والله ببقى ماشيه مع ناس صحابي ببقى خدش انا بحب البوس قوي. ليه؟ بتردي عليهم تقولي لهم ايه لما حد بيقول لك كده؟ بضحك بنبسط ان الناس تبقى حافظه حوارك او ناس حافظه شغلك او ناس بتقدرك في الشارع بشكل بيحتفلوا بيكي في ان هم يقولوا لك حوارك في مشهد في فيلم. ايوه انا رحت عملت مشهد واحد يعني ولغايه دلوقتي الناس بتتكلم عليه وناس بتحبه، ف حاجه حلوه طبعا. بتحبي منى زكي؟ جدا. تقدريها كفنانه؟ طبعا طبعا. عظيمه عظيمه طبعا، بحبها قوي قوي قوي. بتتضايقي لما بتتهاجم منى زكي؟ يعني منى زكي عملت اصحاب ولا اعز، فيلم جميل جدا، ولكن الناس هجمت ظهور منى زكي في الفيلم. يمكن هم عشان متعودين على انه النجمه منى زكي دي احنا متعودين عليها ان هي جارتنا صاحبتنا حبيبتنا، هي الناس قريبه منها قوي. في دور اصحاب ولا اعز الناس هجمت منى زكي، وكمان لما نزلت بوستر يعني بحجاب وحواجبها مش حاطه ميك اب برضه هجموها. لما بتهاجم منى زكي انت بيكون بتفكري في ايه؟ ايه الفكر اللي بيجي في بالك؟ اتمنى ان ده ما ياثرش عليها خالص في اختياراتها، ما ياثرش عليها خالص في شغلها وفي اللي بتقدمه، لان اللي بتقدمه ناجح جدا. انا من زمان ما يعني انا ما بتابعش مسلسلات قوي، تابعت نيوتن وحبيته جدا، متاكده ان المسلسل السنه دي هيبقى في نفس المستوى او احسن. منى زكي بتقدم شكل، لو الناس شايفه ان المحجبه دلوقتي ما بتبقاش شكلها كده، احنا عندنا محجبات انواع كتير جدا. أيوة. ده الحجاب ده انواع كتير جدا. أيوة. جدا جدا. وعلى فكره هو المفروض لو بنتكلم في الصح هو المفروض ان الصح ان الناس ما تعملش حواجبها لانه حرام. ف انت مقتنعه بكده؟ لا مش انا ما بتكلمش في اللي انا مقتنعه بيه، اللي هم مقتنعين بيه. انا بتكلم في ده غير اللي احنا مقتنعين بيه. انا بتكلم في الصح والغلط. أيوة. وكده بتكلم في انه في شكل محجبات، في محجبات بيحبوا كده بيلتزموا بان هم لا، ما ربنا قال ان احنا لعن الله الناقصه والمتنمصه والواشمه تمام والواصله والمتوسطه تمام. في ناس كتير قوي 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 قريبين مننا وحوالينا وفي اهلنا، هو ده شكله بالحته. الناس بقى طلعت قعدت تقول اصل هي بيسوقوا شكل المحجبات، ويعني عشان محجبه لازم لا تطلع وحشه. ده مش حقيقي. لا يا فندم. وبعدين طبعا في نص المسلسل هتطلعوها بقى قلعت الحجاب وبقت حلوه. لا يا فندم ده مش حقيقي. في ناس كتير قوي محجبه بالشكل ده ودي قناعاتهم، وانا اتمنى حقيقي بجد ان هو ينجح زي نيوتن، وهي ممثلة عظيمة، وأي خطوة بتعملها في حياتها هي خطوة مهمة جدا. كلنا نتمنى نعمل الخطوات دي حقيقي، أنا واحدة منهم. أتمنى إن أنا كنت أقدم أفلام زي اللي هي بتعملها ومسلسلات تنجح زي اللي هي بتعملها. لا أنا بحب جدا منى زكي من ساعة أنا إحكي شوارزات كان مع منى زكي. خلصت الفقرة دي. خلصت بعد الفاصل هنكمل.